محمد محمود عبد المجيد والد طالب يوسف محمد محمود عبد المجيد، وحاصل على المركز الاول مكرر على مستوى الجمهوريه علم الرياضه. تمام، من مركز سمع. من مركز سمع فريق سلامه. تمام. بالنسبه ليوسف ابني طبعا من ساعه ما كان في الشرح الابتدائي وانا لمست فيه العلم كان بيطلع حوالي من الاوائل، فامتنيت وراه صراحه ساعدته في ان انا كنت يعني اسهر معاه واقعد معاه، هو كان بالذات لحد ما وصل ثالث اعدادي برضه طلع من الاوائل في ثالث اعدادي، دخل على اولى ثانوي ان شاء الله يعني يكون متفوق. تمام، عايز اشوفه ايه؟ بالنسبه لثالثه ثانوي كنت انتماء هو ان انا اشوف الدكتور، يعني امس ان انا اشوف الدكتور كبير وكده يعني ان شاء الله يدي علمه اللي هو ربنا رازقه بيه ان شاء الله اللي فايض عليه بيه ويخدم بيه اهل بلده واهل وطنه ويدعو بيه الوطن عنه في الجميع الخير ان شاء الله ربنا يزيد عليه الخير كبير ان شاء الله اساس كبير وده يكون من العلم ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله باذن الله يعني التمس فيه انه هيكون الاول. تمام، بس انه هيكون الاول من السنه اذا ما كنتش حاطط التمس ده يمكن حوالي 40%. تمام، انما انا حاطط احتمال انه هيكون الاول بعد ما صار محافظه على المسلمين. وفوجئت من معالي الوزير في الساعة 10 الصبح في المحكمة يعني اذكر اسمه بيقول على ثلاثة أربعة من الأوائل، وفوجئت فعلا من عالم كبير زي معالي الوزير ده الراجل ده العلامة فعلا في جازتنا، وده بالنسبة لي مناسبة إنه يقول على الوزير ده من أفضل الوزراء اللي جات على مستوى العهد اللي احنا عشناه. تمام، طبعا يقول اسم يوسف محمد محمود عبد المجيد، انا صراحه خرجت شده لله يعني محمد الله وشكرا. الف مبروك ليك والبلد كلها والقريه والمحافظه.